صلى الله عليك يا مولاي عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سيدي الأرض التي فيها دفنتم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لأطال الله ذلك اليوم حتى يبعث قائمنا فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. عظم الله أجورنا وأجوركم وأحسن الله لكم العزاء بذكرى وفاة السيدة رقية سلام الله عليها، وجعلنا الله تعالى وإياكم ممن يتشرف بزيارتها في الدنيا وشفاعتها في الآخرة. في الحقيقة إن الكلام عن الأئمة الاثنى عشر سلام الله عليهم أجمعين كلام طويل، والتأريخ يتكلم الكثير عن الأئمة الاثنى عشر. في سلسلة المحاضرات التي تناولناها خلال شهر محرم وفي أيام صفر أيضا تكلمنا عن الأئمة الاثنى عشر، وبينا أن الأئمة الاثنى عشر كيف ورد ذكرهم في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم وكذلك في باقي المصادر التأريخية التي تذكر إلينا قضية الأئمة الاثنى عشر. لكن للأسف الشديد إذا يتكلم الإنسان عن الأئمة الاثنى عشر أو المصادر التأريخية التي تتناول الأئمة سلام الله عليهم أجمعين ترى يأتي إليك صوت من الأصوات يخالف قضية عامة، يعني قضية يجمع عليها مثلا أهل التأريخ، يجمع عليها علماء، ويجيك واحد يخالف كل هاي القضايا. شلون؟ مثلاً الأئمة الاثنى عشر خو الأحاديث اللي واردة في صحيح البخاري مثلاً في كتاب البخاري يقول الأئمة الاثنى عشر هؤلاء منين؟ من قريش. ويجلو لا من قريش، ويجي السلسل يجيك واحد شلون احنا نقول عنه مثلاً يدخل لك في عرض الحديث، شو يسوي؟ يقول لك لا الأئمة الاثنى عشر يضيف لهم مثلا رمز من رموز الفساد، أو يضيف لهم مثلا
قضية يحولها إلى مصلحته إلى إرادته. شلون يعني؟ يحاول يقرب المعنى، يحاول يسلب الفضيلة، يحاول يسلب الحقيقة. وين يأخذ هذه الحقائق يريد؟ يحولها إلى طرف آخر، إلى جهة أخرى. يعني المعصوم سلام الله عليه الأئمة الاثنى عشر، نحن نعتقد إن الأئمة الاثنى عشر الذين نص عليهم نبي الله محمد صلى الله عليه وآله، من هم؟ هم علي بن أبي طالب وآخره المهدي سلام الله عليه. جد يكونون عندنا العدد 12 إمام. يجينا ابن تيمية شو يقول؟ يخالف كل هالقضايا ويجي يطرح رأي، مو رأي بل يثبت حتى ما تكون نقطة علينا تنحسب. شو يقول ابن تيمية؟ يجعل من ضمن الأئمة الاثنى عشر، من ضمن الخلفاء، من ضمن القادة، ياهو يخلي بالمرتبة السادسة، يخلي يزيد ابن معاوية. يزيد ينطي مرتبة سادسة، إمام سادس. بالمقابل يجعل الإمام الثاني عشر خاتم الأئمة، من هو؟ الوليد. أنا هنا أريد أقف عند هذه القضية. يجيب أن الوليد يخليه خاتم الأئمة، خاتم القادة، خاتم السادة. هسه ماكو إشكال، نزلنا وياك إلى كل شيء ونشوف ابن تيمية كيف يجعل مثلا من ولاة بني أمية ومن قادة بني أمية ومن خلفاء بني أمية يجعلهم بمنزلة الأنبياء، يجعلهم بمنزلة الأئمة، يجعلهم بمنزلة المعصومين. يجيبهم في المنزلة، تشوف يعني كيف يدافع عن مثلا يزيد وكيف يدافع عن الوليد. وإحنا إن شاء الله راح نذكر موارد تاريخية كثيرة من مصادر متعددة عن حقيقة الدولة الأموية. فبني أمية إحنا هسه ما عندنا خلاف ويا أي جهة، ما عندنا خلاف ويا أي قضية كانت. النقاش العلمي الكل يرحب به، نقاش وبدليل وبأثر على عين وراسه، أهلا وسهلا بيك. ما نطعن طعن، ما نطعن سب، مو منهجنا، شتم مو منهجنا، لا نشتم ولا نسب ولا نلعن ولا نطعن ولا نجرح. نحن نأتي بدليل، نقدم ما لدينا من دليل، نقول هذا دليلنا فقدم ما لديك. فبني أمية النبي صلى الله عليه وآله رأى في عالم المنام رؤيا. شنو هاي الرؤيا اللي رآها النبي صلى الله عليه وآله؟ رأى على منبره الشريف ماذا؟ قرود، حتى يقول الراوي إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يرى ضاحكا بعد تلك الرؤيا. ونعم سلطت أشكال وأنواع بقت على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله. البعض يتخذ إلى قضية شخصية، البعض يتخذ إلى قضية إلى جهة ما تخدم مصالحه، وتناسى إن المنبر المقدس، المنبر الشريف يمثل الإسلام بصورة عامة، فمن يرتق المنبر عليه أن ينطق بماذا؟ بالصدق والعدل. لا يجي الإنسان يأول ويدلس ويكذب على المنبر، يجيب وينزل، المهم فشيء يخدم بمصلحته. الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه سيد الساجدين أمام الدولة الأموية والإمبراطورية الأموية، ماذا فعل الإمام سلام الله عليه؟ عندما رأى يزيد يتكلم، وعندما رأى ممن يساند يزيد ويريد طاعة يزيد،
يتكلم الإمام إيش قال لهم سلام الله عليه؟ قال دعني أرتقي هذه الأعواد. الإمام ليش ما قال له خلنا أرتقى هذا المنبر، أرتقى هذا المنبر وأتكلم على المنبر وأبين للناس بالصورة على المنبر. الإمام شو يقول له؟ يقول له دعني أرتقي هذه الأعواد. الإمام السجاد يريد يبين شو يبين أن الإمام سلام الله عليه يريد يقول المنبر اللي ما يذكر به الحق واللي ما يوصل الفكرة للناس ويخفي الحقائق عن الناس شو نسمي هذا؟ يقول هذا ما نسميه منبر، لأن منبر رسول الله صلى الله عليه وآله من خلاله يبين الإنسان ماذا؟ يبين الحقائق. احنا بأيام شهر صفر والآن نعيش مصيبة، يوم وفاة السيدة رقية سلام الله عليها، الليلة القادمة راح يكون عندنا استشهاد الإمام الصبط الحسن سلام الله تعالى عليه، ونشوف مصائب كثيرة في شهر صفر. أريد نبين النبي صلى الله عليه وآله يؤكد على قضية مهمة. هاي القضية المهمة اليوم لشديد الأسف، الكثير من المجتمع الإسلامي اتخذ هذه القضية كأنما قضية تاريخية نطق بها النبي، وجاءت نصوص قرآنية تؤكد عليها وهملها المجتمع، وهي القضية المهدوية، قضية الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. نشوف أحاديث كثيرة وردت إلينا ووصلت إلينا من قبل النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار تتحدث عن المهدي. أمور كثيرة وصلت إلينا تتحدث عن الإمام المهدي، وإن الإمام المهدي هو الإمام الثاني عشر الذي يملأ هذه الأرض، يملأها قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا. تشوف اليوم أنت الدمار، شوف القتل، شوف سفك الدماء، شوف التهجير، نشوف قضايا كثيرة اليوم. هاي إن شاء الله بالدولة الموعودة، بظهور صاحب الحق المطلق، بظهور الإمام، هاي كل الأشياء إن شاء الله تنتهي. لكن إيش تحتاج؟ يحتاج الإمام، يحتاج جهد، يحتاج واحد يجهد نفسه قضيته، يحتاج واحد ينصره، يحتاج واحد يدافع عنه. لذلك إحنا من نقول ابن تيمية خلي مثلاً الوليد الإمام الثاني عشر، نقول له ابن تيمية إذا دين التيمية ومبدأ التيمية وعقيدة التيمية انتهى. لماذا انتهت؟ انتهت لأن أنتوا عدكم الوليد هو الإمام الثاني عشر، والوليد انقتل، إذا انتهت قضيتكم محل الشاهد. فالإمام سلام الله عليه النبي يتنبأ بأمور كثيرة. هسه الإمام المهدي معاناة، الإمام المهدي معاناة كثيرة راح يمر بها الإمام، الله وكيلك يمر معاناة جدا كثيرة يمر الإمام. لذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول المهدي من ولدي اسمه اسمي، كنيته كنيتي، من صدقه ماذا؟ صدقني، من كذبه ماذا؟ كذبني. زين أكو واحد سيسأل نفسه، الكل يسأل، يقول احنا مجتمع شيعي، أكو واحد يكذب المهدي؟ زين أكو واحد يقدر يقول للمهدي ارجع من حيث أتيت لا حاجة لنا بك؟ الدين الخير، زيارات موجودة، كل شيء موجود، مش رح يخاطب الإمام سلام الله عليه ولا؟ لماذا إذن يرد على الإمام بهذه الأسلوب؟ في رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول حتى عندما ينزل الإمام في المدينة فيقول لأصحابه إن أهل المدينة لا يريدونني. هكذا ليش توصل هاي المعاناة؟ ليش توصل؟ شو صاحب الحق دائما معادى، صاحب الحق دائما محارب،
شوف التاريخ، تعال للتاريخ، من رسول الله، من الأنبياء، بس أريد أن أقرب السورة، من رسول الله، من الأئمة الأطهار عليهم السلام إلى يومنا هذا. شنو شو صاحب الحق؟ كيف معاده صاحب الحق؟ كيف يقف الإنسان بوجهه؟ لذلك إحنا من نقول مثلا قضية الحسين سلام الله عليه، ثورة الحسين، مبادئ الحسين، أهداف الحسين، الإنسان يأخذ من هذه المبادئ، يأخذ من هذه الأهداف، يأخذ كل ما يريده الإنسان من عز وشرف وتضحية وفداء، فليأخذ من ثورة كربلاء المقدسة، من ثورة الحسين سلام الله عليه. الحسين عندما انتفض أبي عبد الله وخرج على فساد الدولة الأموية على الحاكم الأموي، لأن الحسين عليه السلام لو كان يعلم أن في يزيد ذرة، هكذا ذرة لتمثيله للإسلام، ربما لم يخرج. لكن أبي عبد الله سلام الله عليه عندما خرج ماذا يقول الإمام الحسين؟ يقول على الإسلام السلام إذ بليت الأمة براع مثل يزيد. الإمام سلام الله عليه في مورد آخر يصف إلينا يزيد بن معاوية بأوصاف، يصفه مثلا بشرب الخمر، يصفه بقاتل النفس المحترمة، يصفه بأنه فاجر، إلى غيره من أوصاف يصفه الإمام. لذلك قادة الدولة الأموية، زعماء الدولة الأموية امتازوا بهذه الأشياء. يعني احنا من نجي مثلا الى الحاكم الاموي اللي ابن تيمية يخليه هو الامام الثاني عشر، ويخليه هو القائد الثاني عشر، ويجي ابن تيمية يدافع عنه ويسخر كل ما لديه من امكانيات بالدفاع عنه. ليش الدافع؟ ليش مثلا الوليد الامام الثاني عشر كان معروف الوليد بشرب الخمر، كان معروف بكل فساد، بكل انحراف، بكل رذيلة معروف بها، انت ليش تجد دافع هاي الدفاعات وليش تجعله امام الثاني عشر؟ فهل ان الامام الثاني عشر يفعل هذه المنكرات؟ فهل ان الامام الثاني عشر يشرب الخمر؟ هل ان الامام الثاني عشر يمزق القرآن؟ هل ان الامام الثاني عشر يتحدى الله؟ يعني الانسان من يرد على القرآن، الانسان من يجيب القرآن مثلا ويخلي القرآن ويرمي بالسهام، هذا التحدي يعتبر له تحدي، يتحدى الله. زين هذا شلون؟ شلون تريد تعتبر أنت خليفة للمسلمين وتعتبر من الأئمة الاثنى عشر وتعتبر رمز وتريد باقي الناس تقتدي به؟ منو؟ هل إن الإمام الثاني عشر يتحدى القرآن ويصفه بأوصاف كثيرة؟ هل إن الإمام الثاني عشر يريد أن يشرب الخمر على سطح الكعبة؟ عجيب. كيف تحكم هذا الحكم؟ وكيف تأتي بمثل هذه الأمور وتريد أن تجعلها علينا وتدافع عنها؟ لذلك احنا ان شاء الله نذكر موارد تاريخية نذكرها حتى خاف البعض يحتاج يقول ايش دعوة ويا الوليد الاموي، ايش تحجون؟ نقول عزيزي هذه المصادر وهذه الرواية وهذا سندها ومن وراويها، وحتى الصفاح لازم الانسان يدقق ويطالع بنفسه. الله مطانا عقل، وهذا العقل لازم يحترم الإنسان. ما معقول الله يمطي عقل للإنسان والإنسان ما يحترم العقل مالته. شلون؟ كل شيء يقول لك والله قال فلان وحكى فلان، زين انت مو عندك عقل، ليش ما تجي انت تطالع؟ ليش ما تجي انت تشوف؟ وصاحب العقل يجي هو؟ يعني عجيب. يجي لحد اليوم هاي القضايا، والله أبوي قال، أخوي قال، صديقي سيد فلان الشيخ فلان، نقول له ليش مو انت تجي وتطالع بنفسك وتدقق بنفسك؟ تعال شوف ما موجود بالتاريخ، هذا التاريخ وهذه المصادر التاريخية وهذه الموارد اللي موجودة في التاريخ، تعال انت طالع بنفسك. من يجي
ينطيني خليفة ويريد ينصب علي ويجعل خليفة وهاي أوصافه. إذا هذا شو يسوي بالإسلام؟ شو يسوي بالدين؟ ها؟ ماذا يفعل بالإسلام؟ ماذا يفعل بالدين؟ ماذا يفعل بحرمات الله؟ لذلك أساسا إن الوليد لم تكن لديه مخافة من الله العلي الأعلى سبحانه وتعالى، وكان يتحدى الملك الأعلى ويتحدى الجبار جبار السماء، يتحدى الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه الموارد التاريخية، هذه الروايات التي وجدت، لا بأس أن نأخذ هذه الروايات حتى نكمل حديثنا من خلالها. اتنبه للزين، خصوصا الذي يسمع صوتي بالخارج، خلي ينتبه زين لهاي الروايات اخواني، حتى يكون كلامنا اكثر تمامية، حتى كلامنا يكون واضح عند اللي يستمع له، حتى من خلال الرواية نبدأ بالنقاش ونبدأ نناقش نقاش عندنا، ما عندنا شيء، لا نلعن ولا نسب، ما لعنا واحد، هذا اللي موجود عندنا وهاي الروايات اللي موجودة عندنا ومن مصادر تاريخية، وخلى الإنسان هو اللي طالع بنفسه يشوف والله هذا واقع لو كذب، هذا الكلام اللي جاي نقوله مثلا صحيح لو لا، يريج الإنسان يطالع لو لا. الله كرمنا بنعمة العقل، من طانا العقل قال يا ابن آدم أنا كرمتك عن باقي المخلوقات وفضلتك على باقي المخلوقات، في من فضلتك؟ وفضلتك بالعقل، إذا الإنسان ما عنده عقل أجل الله السامع يعتبر حاله حاله حال المهام، مش لو لا، أنا كرمتك بالعقل وانتهتك العقل، هذا العقل خليه هو القائد إليك، ليش ما تحترم مثلا يقول لك العقل مالتك؟ فلذلك يقول البلاذري انه لما احاط اتباعه يزيد بن الوليد بالوليد بن يزيد في قصره وحصروه قبل ان يقتلوه، عندما احاطوا بمن؟ بالوليد، وحصر الوليد قبل أن يقتلوا الوليد، ماذا فعلوا للوليد؟ ماذا قالوا للوليد؟ ماذا أرادوا من الوليد؟ ماذا بماذا كلموا الوليد؟ ماذا قالوا له؟ قالوا له ما ننتقم عليك في أنفسنا، أو ما ننتقم عليك في أنفسنا، ولكننا ننتقم عليك انتهاك ماذا؟ ما حرم الله. إذن الإمام الثاني عشر اللي عند ابن تيمية، عند التيمية الإمام الثاني عشر للنهج الداعشي، للنهج التكفيري، للنهج القاتل، هذا إمامهم الثاني عشر، الوليد إمامهم الثاني عشر، إمام الدواعش، إمام التكفير، ماذا فعل؟ ماذا صنع؟ ماذا قدم؟ ماذا يقولون له؟ احنا انتقامنا ماذا؟ انتقامنا لمخالفتك لمن؟ لله سبحانه وتعالى، نخالفك لله سبحانه وتعالى لأنك تخالف الله، يعني أنت بمعنى هكذا بمعنى صريح أنت جاي تشتغل ضد الله سبحانه وتعالى، الله يريد هذا الشيء أنت تشتغل عكس، يعني أنت جاي ما تحترم كل إرادة، إرادة السماء ولا إرادة الله سبحانه وتعالى. فلذلك قالوا انتهاك ما حرم الله من شرب الخمر. الإمام الحسين هنا هم إلى وصف سلام الله عليه، شو يوصف الإمام السادس اللي ابن تيمية يقول لقد أعز الله الإسلام بمن؟ بيزيد، ويقول يزيد من ضمن الخلفاء اللي تنبأ بهم من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول أبو الشهداء، يقول أبو الأحرار، يقول قائد الثوار، رمز الثوار، رمز الأحرار، يقول يزيد رجل فاسق فاجر، عم يطلبوا منه البيعة بالمدينة بحسين، يقولها يزيد رجل فاسق فاجر قاتل النفس المحترمة، شارب الخمر قاتل النفس المحترمة، مثل لا يبايع مثله هكذا. الإمام أيضا ينطيهم هذا الوصف الدقيق أبو الأحرار.
سلام الله عليه. فهنا يقول لك مخالفة لله سبحانه وتعالى. نكمل الرواية لا بأس بإعادتها الرواية إلى البلادري إنه لما أحاط أتباع يزيد بن الوليد بن يزيد في قصره وحصروه قبل أن يقتلوه قالوا له ما ننقم عليك في أنفسنا ولكننا ننقم عليك انتهاك حرمة ما حرم الله من شرب الخمر ونكاح انتبه لزين يلتسمع انتبه زين هذا الخليفة الأموي هذا الإمام الثاني عشر اللي يخليه ابن تيمية اللي دافعون عنا المناهج التكفيرية لليوم شنو شرب الخمر نكاح ونكاح أمهات أولاد أبيك واستخفافك بمن الاستخفاف بأمر الله وإتيانك الذكور لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون تجد نصبه خليفة ودافع عنه تطي مقام تطي مقام مقام الأنبياء تطي مقام مقام النبوة وتسخر كل إمكانية عندك وتدافع وهنا القوم اطلعوا عليه يقولوا له احنا ننتقم ليش انتقامنا انت جاي تخالف الله تشرب خمر وغيرها من مظاهر فلذلك هذا الحديث وين موجود خاف واحد يحتاج يقول يا هذا الحديث اللي قرأته اللي طلعته عليه ما موجود موجود مصدر الحديث في الدقة في أنساب الأشراف مقتل الوليد الطبري ابن أثير الدولة الأموية الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار الطلابي المنتظم في تاريخ الملوك والأمم السبعة ابن الجوزي هذا الحديث موجود ونقول لك الإنسان يروح يطالع ويروح يطلع ويشوف بنفسه هاي القضايا اللي موجودة بعد في شذرات الذهب ماذا يذكر عن الوليد وماذا يريد الوليد لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون انظروا إلى إمام الدواعش إلى خليفة الدواعش خليفة المناهج التكفيرية إن إمامهم كيف يعاقر الخمر وكيف يفعل ما يفعل بالتحدي لله سبحانه وتعالى نأخذ هذه الرواية في شذرات الذهب ومن مجونه أي الوليد بن يزيد أيضا على شرابه قوله لساقي ساقي الذي يسقيه الخمر ماذا يقول له الوليد بماذا يخاطبه الوليد اقل اسقني يا يزيد بالقرقارة قد طربنا وحنة الزمارة اسقني اسقني فإن ذنوبي قد حاطت خمالها فما لها كفارة اقل الذنوب بعد حتى كفارة ما إلها هنا دليل واضح وصريح على أن الخليفة الأموي الوليد كيف يعاقر الخمر وكيف يشرب الخمر وكيف يطلب من ساقيه أن يسقيه وكيف إن مجالسه من خلال هذا البيت طبعا هم من أمية كانوا يمتازون بقضية الشعر لذلك يشوف يزيد كيف يأتي بأشعار والآن الوليد من خلال ما يأتي إلينا من شعر كيف يأتي بماذا بأن مجلسه ليس فقط شرب خمر لا مجلسه عبارة عن طرب عبارة عن غناء هكذا يكون المجلس وقرأ ذات يوم نفس المصدر نفس الرواية وقرأ ذات يوم اشترط هذا النص القرآني هذه الآية القرآنية واستكثر وغار كل جبار عنيد من ورائه
جهنم ويسقى من ماء صديد. شو يقول هاي إبراهيم؟ آية من سورة إبراهيم الآية 15-16. فدعا بالمصحف كما قلنا قبل قليل، فدعا بالمصحف فنصبه غرضا للنشاب وأقبل يرميه وهو يقول الوليد. شو يقول الوليد؟ أتوعد كل جبار عنيد. أريدك تنتبه فقط إلى ما يقوله، انظر إلى ما يقوله الوليد، وشوف الوليد من يتكلم بهذا الكلام، هذا مال واحد مسلم، هذا مال واحد يعرف الله، هذا مال واحد عنده ذرة من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. شنو أنت وتحاجج الله؟ وشنو أنت وعندك هيك الجرأة والصلابة وتكلم خالق الأكوان سبحانه وتعالى؟ فيقول له أتوعد كل جبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، في رواية أخرى ذلك جبار عنيد، إذ ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب خرقني، وفي رواية أخرى مزقني الوليد. تحدي لو مو تحدي؟ هذا هذا جاي يتجرع على الله لو ما يتجرع على الله؟ هذا جاي ينتهك لو ما جاي ينتهك هاي القضايا؟ شنو الفرق إذن ممن مزق القرآن، ممن يقتل ويهجر ويسفك دماء؟ نفس المنهج، هو هذا المنهج. احنا بنقول يا بتر داعش هو منهج، هو منهج أموي تيمي أوقفوا الصدوا للأفكار المنحرفة. فكر ابن تيمية، أفكار بني أمية، أوقف الصد حتى تمنع التكفير، حتى تمنع داعش وغير داعش. لذلك الدواعش هذا إمامهم، محالة إمامتهم. إذن إيش تترجى من هيك شيء؟ بشرية. إيش تترجى من هيك فكر وهيك منهج إذا إمامه هاي أوصافه؟ إذا إمامه يتحدى الله سبحانه وتعالى، إذا إمامه يمزق القرآن، إذا إمامه ماذا؟ كان فرعون من فراعنة الأمة كما تنبأ رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، فرعون كان الوليد. لذلك في هذه الرواية قال أحمد بن حنبل في مسنده عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر قال ولد لأخي أم سلمة ولد فسموه الوليد. خلوا له تسمية، شنو هذا المولود؟ الوليد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ماذا يقول نبي الرحمة؟ ماذا يقول أشرف الخلق؟ ماذا يقول سيد الخلق؟ ماذا يقول خاتم الرسل صلى الله عليه وآله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سميتموه بأسماء فراعنتكم ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد، لهو أشد لهذه الأمة من فرعون قومه. واقع لو مو واقع؟ صريح يتكلم منه النبي صلى الله عليه وآله. وين موجود هذا الحديث؟ وين موجود هذه الرواية؟ أين توجد؟ في مسند أحمد بن حنبل. إذن أحمد بن حنبل في مسنده يعترف إن الوليد ماذا؟ فرعون أم غير فرعون؟ يعتبر أنه فرعون من فراعنة الأمة، يعتبر أنه فرعون. لذلك عندما نقول أفعال بني أمية ونتكلم عن مناهج بني أمية ونقول إنها مناهج فرعونية، مو مجرد كلام، واقع ودليل. إن شاء الله نكمل، يعني نكمل مع هذه المناهج، مع هذه الروايات.
لذلك أنت عندما تجي إلى المناهج الفرعونية لبني أمية مو مجرد كلام. شوف أنت مثلا معاوية ماذا صنع إن شاء الله إن وقفه الليلة القادمة، لأن ليلة ذكرى استشهاد الإمام الحسن عليه السلام ليلة 7 من شهر صفر نتكلم عنها. فشوف أنت الفرعون يزيد من يتجرى أيضا على حرمة الحسين عليه السلام ويقتل الحسين. قتلت الحسين ما خليت شيء عند الحسين، حتى الخيمة حرقتها. الخيمة كانت تعتبر دار، دار تعتبر، حرقت الخيام ما خليت شيء عند الحسين. سلب جيشك، سلب العيال ونهب الأطفال. وفي مثل هذه الأيام عيال الحسين أسارى في الشام. الشام لوعات وأحزان. خلينا كنا ننتقل هسه مع الحسين عليه السلام، مع ضعن الحسين، الرافق الحسين بأبي وأمي مع ضعنه. تشوف أنت الشام وما جرى على عيال الحسين، مصائب، مصائب كثيرة. واحدة من هاي المصائب اللي تركتها زينب في الشام وراح ترجع إلى الحسين، مثل هاي الأيام راح يخرج الضعن يرجع إلى كربلاء. الطفلة رقية، رقية عمرها 3 سنوات، طفلة، ما معقول الإنسان يوصل إلى هذا الحد وينتزع من الله الرحمة حتى ما تكون ذرة من الرحمة. ايش تتذكرت من تتذكر لك الطفولة؟ ايش تتذكر؟ أكيد تتذكر الشهيد مجتبى، ها؟ نفس القضية، طفل. شوف رقية عمرها 3 سنوات، شو تريد رقية؟ رقية تريد أبوها، تريد الأب، تحن، توين، تبكي، تريد الأبو. هي ثار الأبو يا ناس خيمة، صدق الأبو، تريد الأبو رقية. الطاغة يزيد كان في مجلسه سمع صوت بكاء، هذا البكاء لمن؟ قال له الطفلة من أطفال الحسين تريد أبوها. قال إيش تنتظرون أخذ الرأس لها. يا آل الله، يا سيدي يا صاحب الزمان، أنت المعزى بهذه المصائب. من جابوا الرأس رقية نظرت، إيش حسبالها رقية؟ إيش تتصور؟ تقلها عم يا زينب أنا لم أطلب طعاما ولا شرابا، أنا ما أريد أكل، ما أريد أشرب، إيش تردين؟ قالت إنما طلبت والد الحسين، ها أنا أريد أبوي. هاي مواقف، خوش مواقف. إمامنا سيد الساجدين قال أخي رقي قومي وارفع المنديل عن الطبق، أجركم الله. فقامت رقية إلى الطبق، رفعت المنديل وإذا به، الله تتحمل ولا؟ إذا به رأس المولى أبي عبد الله. طفلة وشافت رأس أبوها سوت، فرمت بنفسها على ذلك الطبق، تقل لها لبراسك يا العميد يا هلال عزنا بليلة العيد. طفلة وتتكلم ويا أبوها، يلا والله يا هلال عزنا بليلة العيد، بويا ليش تركتنا ويا ناس الموج جاويد،
حتى قالوا إن رقية رمت بنفسها على رأس أبيها بينما مر بضع الوقت، لكن رقية لا حركة لا نفس. قال إمامنا سيد الساجدين: عم يا زينب ارفعي رقية عن رأس الحسين. لماذا يا نور عيني؟ قالت إن رقية، قال إن رقية قد فارقت الحياة. أيوة مصيبتا وحسينا، يا لطفلة ويتموها، والله يتموها، والله والمني على راس ابوها. دق الاثار الابو يا ناس خيمة، والله يفي على بناته وحريمة. دق له بالليل، يا لو ان عليك بالليل، والله بالليل بويا بهدا وحل. ليش يا رقية أنينك في الليل، أنينك بصوت ضعيف؟ دق له بالليل، ون عليك بالليل بويا بهدايا، ون موش حيل. والله خاف خافا يسمع عن المداليل، والله المداليل او دمعهن دايم يسيل. يا والله دمعهن دايم يسيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل وليك الفرج، اجعلنا من أعوانه وأنصاره والراضين بفعله والمستشهدين تحت لوائه. اللهم تقبل منا هذا القليل واجعله خيرا كثيرا لنا يا رب. أخوان الحاضرين ممن سألون الدعاء، من كان طالبا لحاجة اللهم أقضي حاجته ببعض الحوائج، قمر بن هاشم. من كان عنده مريض من مرضى المؤمنين والمؤمنات ممن سألون الدعاء، عافي وشافي كل مريض بعليل كربلاء، زين العابدين. يا الله، اللهم احفظ العراق وأهل العراق، وابعد عنا كيد الدواعش بحق محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم احفظ زوار المولى أبي عبد الله الحسين، وارجعهم إلى ديارهم سالمين غانمين. يا الله، إلى أمواتكم وموت السامعين، وإلى أموات القائمين بهذا المأتم المبارك، ولشهداءنا شهداء المبدأ والعقيدة، وإلى السيد الجليل عبد الرضا الصرخي رحم الله، من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.